المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسابق الزمن في سبيل إنجاز المشاريع الإسكانية، وذلك من خلال الأنماط السكنية المختلفة في كافة محافظات البلاد، في صورة تؤكد تسريع وتيرة إنجاز تلك المشاريع لتوفير المسكن الملائم للأسرة الكويتية. المؤسسة العامة للرعاية السكنية عندها مجموعة من المشاريع، طبعا عندنا كبرى المشاريع اللي هي مدينة المطلع، المواطنين طبعا بدأوا في بناء الوحدات السكنية وهذا الشيء يفرحنا واحنا نشوفه. المؤسسة تبني هناك المباني العامة حسب الخطة اللي احنا حاطينها. ايضا عندنا مشروع غرب عبد الله المبارك، المباني العامة هناك في تشارف على الانتهاء. عندنا مشاريع في جنوب عبد الله المبارك سيتم طرح، انتهينا من البنية التحتية وراح يتم تنفيذ المباني العامة. وايضا عندنا مشاريع مثل الشقق صباح الاحمد، مشروع شرق صباح الاحمد بيوت منبع بيته، الشرق تيماء طبعا في نهاياته او خلص طبعا في يعني التشطيبات، اعتقد يمكن 30 او 40 بيت قاعدين نشطب فيهم. ايضا عندنا المشاريع الجديده اللي على الطرح مثل جنوب صباح الاحمد يعني ومشاريع اخرى طبعا في خططنا، خطط السكنيه. قرابة مليار دينار هي القيمة الإجمالية للمشاريع الإسكانية التي تشرف على تنفيذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدينة المطلع وغرب وجنوب عبد الله المبارك وشقق وجنوب صباح الأحمد وشرق تيماء ومشاريع منبع بيته. فيما يخص المشاريع السكنية، المؤسسة لديها عقود قيمتها إجمالي قيمتها ما يقارب المليار دينار. هذا طبعا متوزع ما بين مشاريع بنية تحتية ومشاريع للمباني العامة، والمباني العامة عبارة عن مدارس ومخافر وجمعيات ومستوصفات وكثير من نماذج ما يقارب 30 نموذج مختلف لكافة الجهات الحكومية. وأيضا بخلاف الوحدات السكنية ما بين شقق وبيوت منبع بيته وقسائم، والمؤسسة وفق القانون 47 لسنة 93 وتعديلاته تحرص كل الحرص أن كافة الخدمات تكون متوفرة للمواطنين في هذه المشاريع السكنية. جهود كبرى تبذلها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنجاز المشاريع الإسكانية في البلاد بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين وتقليص فترات الانتظار وامتثالا لرؤية الكويت الجديدة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.